السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في قناة بريك ولا الشمارة. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنهضروا على واحد العنصر اللي تيكون في هذا المحرك هذا وفي جميع المحركات ديال الغسالات من غير محرك درايف او ديريك درايف. غنهضروا على التاكيميتر. شنو هو التاكيميتر وشنو هو الدور ديالو في هذا المحرك وشنو الدور ديالو في الغسالة؟ التاكيميتر الدور ديالو كيحسب لنا السرعة اللي كيدور بها المحرك باش هاد الغسالة كتعرف شحال من دورة تدور هاد الغسالة هادي، واش دورة واش جوج، أو بمعنى آخر هذا هو الكونتور. غنهضرو على الكونتور ديال هاد الموتور هذا اللي غيحسب لنا السرعة. الطاكيميتر هذا غنهضرو على الطرق كيفاش يمكن لنا نتيستيوه. ما كاينش غير طريقه واحده، كاينين بزاف الطرق اللي غنعرفو في هذا الفيديو كيفاش يمكننا نتيستيو هذا. اول حاجه غتشوفوا الطاكيميتر، هذا هو الطاكيميتر، هو من الداخل انتما كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. غنشوفوا دابا الطريقه كيفاش يمكن ليا نعبر على التاكيميتر. اول معلومه على التاكيميتر غنعبروه بالاوم، والعبار ديالو في الاوم تيكون ما بين 35 اوم حتى ل 100 اوم. الى لقينا هذه القيمه في هذا الموتور راه كنعرفوا الموتور راه مزيان. لقينا قل من هذه القيمه ولا اكثر من هذه القيمه عندنا التاكيميتر فيه مشكل، خصنا نراجعوه ولا نشوفوه ولا نبدلوه. مهم كاين شي ايرور في الطاكيميتر هذا. اول عبار هذا غنعرفوه عندنا، هذا هو الطاكيميتر. الخيوط ديالو هما هاد البيضين، هما هادو ها هما، اذا هما هاد الجوج هادو، اذا هما هاد الجوج هادو. غنعبرو خاص القيمه ديالو تكون ما بين 35 حتى ل 100. معلومه الا لقيت تحت من 35 اوم ولا فوق من 100 والفوق بزاف كاع كنقولوا هاد الطاكيميتر فيه مشكل، هاد الحساس ديال السرعه فيه مشكل. دابا غنشوفوا هنا الطاكيميتر هذا، نشوفوا هنا ونشوفوا هنا 102 الاوم. في هاد الحاله كنقولوا الطاكيميتر ديالنا خدام مزيان. هذا هو العبار الاول اللي كنعبروا به هاد الحساس هذا ديال السرعه ديال هاد الموتور هذا، باش ملي تيدور هاد الموتور هذا تيحسب لنا السرعه باش غادي الموتور. كما قلنا هاد الطاكيميتر هذا فيه 101 اوم، كما غنشوفوا 101 قلنا هاد وال 100 اوم. في هاد الحاله هاد الطاكيميتر خدام مزيان ما فيهش مشكل. كما كتشوفوا هنا هذا هو العبار الاول، حنا غنشوفوا هاد الماطر هادو واحد بواحد. ها هو نعبروا هذا حتى هو ونشوفوا شنو كاين. هذا ما خدامش، شتي هاد الطاكيميتر كنا بدلناه وما خدامش. شو العبار ديالو شنو تيعطي؟ هذا هنا في هاد الحالة تنقولوا هاد الطاكيميتر ديالنا ما خدامش. كما كتشوفوا هذا طاكيميتر مكانش خدام، هذا هو العبار ديالو. غنشوفوا هاد الموتور هذا الطاكيميتر ديالو هو هذا، ها هو الخيوط الحمرين في الغالب تيكونوا هما الرقاق، وحتى في لاكارت الكترونيك المسارات ديالهم تيكونوا هما الرقاق. غنشوفوا العبار 88 اوم، 88 خدام مزيان. هذا هو العبار الاول. شوفوا هذا حتى هو، هذا ديال البروند، الطاكيميتر ديالو هو هذا تيكون هنا على الخيوط ديالو، هما هاد الحمرين هادو هما. شوفوهم كتبان في الصوره مزيان واضحه. 64
64 اوم تنقول الطاكيمتر ديالي خدام مزيان، ما بين 35 حتى 100 اوم الطاكيمتر خدام مزيان. شنو هاد العبار الاول؟ دابا غنشوفو عبار اخر بالفولطيه، غنشوفو عبار اخر ولا ما نشوفوش عبار، خليه هو الاخر. غنديرو جرس، غنديرو الجرس وغنديرو الخيوط ديالنا في الطاكيميتر وغندور. خاصنا نسمعو جرس كما كتسمعو، ملي تنبدا ندور خاص نبدا نسمع جرس كما كتشوفو، ملي تنبدا ندور كنسمع جرس. الا ما سمعتي الجرس وبقات المقاومه تما ثابته، عرف ان الطاكيميتر راه خدام. انا باش نمشيو معاه بجميع العبارات ديالو، شوفوا هذا كما قلنا هما الاولين هكا، خصني ندور. سمعتوا؟ هذا واضح. تعال انت يا اخي تعال، هذا البيضين هما اللي قلنا ديال الطاكيميتر، هاد البيضين هادو غنشوفو حتى هو باش ميبقاش عندنا مشكل في الطاكيميتر بصفة نهائية كما كتسمعو. واضحة العملية ديال الطاكيميتر، متبقاش عندنا فيها مشكل بالنسبة للموتور. وغنديرو فيديو آخر كنهضرو فيه على الشاربونات وعلى البوبينة وعلى كلشي ديال الطاكية ديال هاد الموتور كامل، كيفاش يمكن ليا نسييه بالميتريكس بالميلتيمتر، نسيي هاد لي بورن كاملين ونعرف القيم الحقيقية وتبقى عندي ثابتة باش مندوخش في هاد الموتور هذا ونقول راه ممكن هاد الموتور عندي فيه مشكل ولا لا. المهم ملي تكون عندي مشكل في هاد الموتور نعرفو بالميلتيمتر. دابا عرفنا الطريقة الثانية، دابا غنمشيو للطريقة الأخرى وهي بالفولتية. دابا عرفنا جوج الطرق، عرفنا نقيسوه بالأوم وعرفنا نقيسوه بالسونيت، دابا غنمشيو للفولتية. دوك باش يمكننا نتيستيو بالفولتية، خص ملي يدور هاد الموتور هذا خاص يخرج لنا واحد التيار، هاد التيار غنشوفو واش فعلا هاد البوبيناج مزيان تيدور مزيان ويخرج لنا تيار في هاد الطاكيميتر هذا. غنشوفو معنا ان شاء الله نكونوا موفقين. كما كتشوفو واش كتبان في الصورة فولتية سيدور الموتور بزاف، كل ما دار الموتور بسرعة كل ما خرجت فولتية اكثر. كما كتشوفو واحد فولت، شوفوا هذا هنا جوج فوقانيين، كلما دورنا بجد كلما خرجت فولتيه اكثر. كنتاكد من ان الطاكيميتر هذا خدام مزيان، ونتمنى يكونوا الثلاثه ديال التيست كافيين. نتمنوا يكونوا الثلاثه ديال التيست كافيين باش انني نتيستي الطاكيميتر ديالي. كما كتشوف كل ما دورت بالجد كل ما خرجت فولتيه اكثر. وهذا هو التيست ديال الطاكيميتر هذا. والطرق كاينين ثلاثه طرق مزيانين باش انني نتاكد من ان هذا الطاكيميتر هذا ما فيش عيب ما فيش مشكل. التيست الاول هو انني نعبر بلوم، نعبر بلوم من 35 حتى 100 اوم. الى عطاوني القياسات هادو كنتاكد من ان الطاكيميتر ديالي مزيان خدام، لان هاد الحساس ديال السرعه ولا هاد الكونتور ديال هاد الموتور هذا بهذا المعنى راه خدام. درت في الصونيط، نديرو في الصونيط ملي غنحط الفيشات ديالي هاد الطاكيميتر ما غيعطيني الصونيط، غيعطيني مقاومه، ولكن ملي غنبدا ندور في الموتور غيعطيني صونيط، غيبدا يعطيني صونيط.
على حسب كل ملتيمتر. كاين اللي غيعطي فيها رنه وكاين اللي غيعطي فيها صوت مستمر على حسب كل ملتيمتر. والاختبار الاخير هو انني نديرو على فولطيه غتخرج لنا فولطيه. كلما دورت الموتور بسرعه كلما خرجت فولطيه كبيره. وبهذا كينتهي الفيديو ديالنا، ونتمنى تكون استفاده في هذا الفيديو هذا. وشكرا للجميع المتابعه، وكنشكر الجميع اللي كيشجعونا وكيشجعوا القناه وكيعطيونا الدعم المعنوي. وشكرا للجميع، وتحياتي والسلام عليكم.